أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف مديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأمريكية الدكتورة نجاة عون صليبة. أهلا وسهلا فيك دكتور نجاة، أنت حائزة على جائزة لوريال العالمية للنساء العالمات. أهلا وسهلا فيك، هذا شرف كثير كبير أن نستضيفك لهذا يعني الدور الريادي اللي عم تلعبيه عالميا، وحضرتك مزينة بوسام من فخامة رئيس برتبة فارس كمان لهذا الدور يلي عم تلعبيه، ومكرمة من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري. قبل ما روح على محاور الحلقة، شو أهمية هيدي الجائزة وبأي إطار تأتي؟ هي هيدي الجائزة بتنعطى سنويا لأفضل عالمات بالقارات الخمس، وانا وحد يعني انتخبت عن قاره اسيا. انتخاب هي بيكون انتخاب، هي يعني في ناس لازم تسميني، يعني نعم. انا ما فيني اتقدم على الجائزه وحدا، يعني مش مسموح الانسان يرشح نفسه. اللي صار انه في عالم اجنبي رشحني على الجائزه وانتخبت الأفضل عالمة بالشرق الأوسط وأفريقيا. نعم. وأفريقيا يعني نحن عم نشوف الصورة. هيدي كان الجروب اللبناني معي، في الدكتور معين حمزي مدير عام مجلس البحوث العلمية اللبنانية، مع سميرة فرنجية دكتورة تمارا والدكتورة ماري عبود، ومسيو فيليب هو المسؤول عن اللوريال بلبنان. اللي صار انه كل سنه لوريال واليونسكو مجتمعين مع بعضهم بيكرموا افضل باحثين باحثات عالميات لحد ليعطوهم، او عالمات يعني هي بالفرنسي او بالانجليزي انترناشونال اوورد فور وومن ان ساينس، يعني بهمهم انه يعني دور المراه في العلوم. مزبوط، مثل ما بيقولوا هون the world needs science and science needs women، يعني هن بيعتبروا انه العلم ما بيتقدم بدون وجود طب المرأة. على اي اساس تم ترشيحك؟ يعني هن بياخذوا الملف اللي عندي، قد ايه صار عندي ابحاث عالميه وقد ايه هالابحاث اللي طلعنا فيها بالجامعه هي مرجع عالمي، يعني مش بس مرجع محلي، وعلى هيدا الاساس بيتم الاختيار لافضل باحثه عالميه. والاهم هي انه هي اول مره لبنانيه بتنتخب بهيدا المنصب بتشتغل بلبنان. يعني بالسابق كان في لبنانية بتشتغل بغير دولة لبنانية. يمكن لبنان اليوم الأكثر بلد بحاجة إلى شغل بإطار حماية الطبيعة، المركز يلي حضرتك بتترأسيه، وأيضا بالتلوث. مزبوط، يعني أنا تكرمت هون الشغل، هون التحدي إنه أنا تكرمت لأنه شغلي عن التلوث بالمنطقة هون معترف فيه عالميا، يمكن مش معترف فيه في لبنانيا للأسف إلا من خلال التكريم. لكن يؤخذ بالأبحاث يلي حضرتك عم تشتغلي فيها لبنانيا، ما نعيب بكون إذا عم يؤخذ فيه معه عندنا هالتلوث. اي مزبوط. هلا يؤخذ فيه كلمة كتير كبيرة، عم بيسمعوا لي. ايه انا فيني اقول انه في كتير مطارح بيطلبوا تقريرات، يعني بيطلبوا الخبرة تبعي وبقدم لهم إياها. قديه عم تتنفذ هون السؤال. بس إنه ولا مرة طلب مني أعطي تقييم بيئي وما نفذته، يعني صار في كتير أطروحات. رح روح على التقييم البيئي اللبناني وقديش عندنا درجة تلوث بالهواء، ويمكن كل الناس صارت تعرف قديه، بس خلينا نحكي شوي بالأرقام. إنما هذا تلوث عالمي، إنه الفضاء العالمي ايضا ملوث باي نسبه، قد في تلوث بالعالم بشكل عام. يعني ايه لازم، يعني هون ما فينا نحكي تلوث عالمي، بدنا نحكي قد في مناطق عندها تلوث عالي وقد في مناطق عم بتحافظ على معدل مقبول لتحمي سكانها. يعني باوروبا مثلا في كتير مدن دائما بتجرب تحافظ انه تكون بمعدل اوطى من المعدل اللي بتنصح فيه. هون في فيديو محضرته منظمة الصحة العالمية عن التلوث وأسباب التلوث. ايه بفضل انه نشوفه.
كتير معبر هيدا الفيديو وكتير بخوف الرقم يعني واحد من 9 أولاد بيموت من تلوث الهواء بالعالم. مسؤولية مين؟ الحكومات؟ السلطات السياسية؟ أو شو؟ مسؤوليتنا كلنا، لأنه إذا ما منحافظ عليها كلنا رح نكون معرضين أو لأمراض أو لنموت مبكراً، وهيدا الشيء ما عم بخوف فيه العالم، هيدا شيء علمي موثق بأبحاث عالمية. في 4.2 مليون شخص بيموتوا من تلوث الهواء كل سنة، وفي 7 مليون أشخاص، 7 مليون شخص عندهم يعني متعرضين إنه يموتوا من تلوث الهواء كل سنة بالعالم. نحن عم نحكي هيدي النسبة عالمية، لأن في مدن نسبة التلوث فيها مرتفع جدا. مظبوط. يعني بالموازات في مدن فيها تلوث أقل بكثير، في عنا زيرو بوليوشن بأي مدينة أو بأي منطقة؟ في ناس تهرب لهونيك مثلا، خبريني. للأسف يمكن ما فيها، أنا ما بعرف حال، ما في. بس إنه في حال بنقدر نخلي معدل تلوث الهواء أوطى من ما بتنصح فيه، يعني من 10 ميكروغرام بالمتر المكعب اللي بتنصح فيه منظمة الصحة العالمية، بيكون أفضل بكتير من إنه نقيس نحن مثلا جزيئيات الهواء اللي منقيسها هي 32، يعني معدلها السنوي 32 ميكروغرام بالمتر المكعب، يعني 3 مرات أكتر من ما بتنصح فيه منظمة الصحة العالمية. هيدي بالمناطق، يعني على سطوح البنايات، ما عم نقيس على الأرض مطرح ما الناس بتمشي، على سطوح البنايات عنا دايما هيدا المعدل، أوقات منتعديه، يعني أوقات في أيام بتبقى ملوث كتير بيكون المعدل أعلى بكتير، في أيام قليلة بيكون المعدل أوطى، وهيدا الناس عم بتشوفه وعم بتحطه على الفيسبوك، أنت ونازل من الجبل دايما بتشوف هالغيمة السوداء مغطية بيروت. هيدي الغيمة السوداء هي عبارة عن تلوث كتير قوي عم نعيشه، عم نتنشأه وعم نسببه كمان. طب إذا بدنا نحكي عن بيروت، يعني ما في مدينة بالعالم منها ملوثة؟ في كتير مدن بالعالم منها ملوثة، لأنه في عندك كنترول، يعني في عندك تحجيم لمسببات تلوث الهواء. منشان هيك في كتير أبحاث وفي كتير في كتير دول بتحط كتير تقل إنه ينزلوا عدد تلوث الهواء، مش بس ليحافظوا على المواطنين تبعهم، ليخففوا الفاتورة الصحية، لحتى يقدروا يفكروا بطريقة مباشرة بطريقة صحية سليمة. يعني تلوث الهواء صار معروف إنه بيأثر على الصحة بطريقة كتير بشعة، بيسبب أمراض قلب، أمراض تنفس، حتى عم بيقولوا بيسبب قلق، بيسبب كتير اشياء نحنا ما منعود نقدر نفكر بوضوح. يعني منشان هيك الدول عم بتحط تقل مصاري لحتى يقدروا يحافظوا على بيئة نظيفة. هودي بالدول العالم مش دول العالم الأول، يعني مش مثل دول العالم الثالث مثلنا. نحن يمكن صرنا أكثر، صرنا 10 ورابع بالتلوث في لبنان. هلا نحن عاملين عمل شيء، ليه خطية كبيرة عنا؟ لأنه مثلا وقت نحكي عن الصين أو الهند أو المناطق اللي بتصنع، لا مش بس المكتظة، أول شيء عندهم عالم أكثر، بس في شيء بيشفع يعني من تاني ميل إنه هن عندهم انفجار، يعني تطور صناعي كتير قوي، عندهم صناعة بيقول لك أوكي عندي صناعة مجبور لو منشان هيك أنا لازم أشتغل مع الدولة لحد هيدا التلوث. نحن شو عنا صناعي؟ عم ينشغل برا بالمدن الصناعية مثل الصين والهند وغيرها، هولي صعبين لأنه بيعتبروا أنه هولي فيهم كتير عالم أكتر، يعني وفي صناعات هو أصعب مدن أنه ممكن يقدر واحد يفكر بتحت تلوث الهواء. نحن عنا ما عنا مسبب كتير هالقد صعب ما نقدر نحجمه لتسبب الهواء، ولكن ما عم نعمل شيء تنحجمه. قد ايه نسبة التلوث عنا بلبنان؟ تنعطي رقم. 3.2 أكتر من ما بتنصح فيه منظمة الصحة العالمية، هيدا رقم بلبنان. 3.2 شو يعني؟ يعني إذا نحن باللغة يلي منفهمها. مظبوط. في جزيئيات بتطاير بالهواء، لأنه موجودة مع الهواء نحن منتنفسها،
بيقولوا إذا بتتنفس 10 ميكروغرام بالمتر المكعب من هيدي الجزيئيات، الأبحاث بتقول إنه ما بتأثر كتير على الصحة. وقتها منتعدى هيدا المعدل اللي هو 10 ميكروغرام من الجزيئيات اللي عم تسبح بالهواء، ساعتها كل شيء جزيئيات جديدة عم نتنفس أعلى من العشرة بدها تأثر على صحتنا. يعني نحن عم نتنشأ 3.2 32 ميكروغرام بالمتر المكعب، يعني عنا 3 مرات أكثر جزيئيات سامة بالهواء من ما بتنصح فيه منظمة الصحة. هيدي بكل لبنان أو في مدن؟ بالمدن نحن أسنها بيروت يمكن الأعلى، طرابلس، صيدا. أنا بتخيل أنه المدن كلها مثل بعضها، ما في مدينة تشفع أكتر من مدينة تانية أنه أفضل. أنا هيدا تصوري، بس نحن ما قسناها بكل المدن، نحن قسناها أكتر شيء ببيروت. ببيروت فينا نشوف الجرافيك تبع بيروت يعني انطلاقا من شو؟ سيارات، زحمة. المسببات هن السيارات والموتورات الكهرباء. هيدي عملتوا مسح؟ أخذنا عينة من منطقة الحمراء وعملنا مسح لوجود الموتورات فيها. موتورات الكهرباء ما في عليها لا رقابة ولا شيء. أول شيء كنا مهتمين لنعرف قد ايه عدد الموتورات فيها، فبقى هيدي المنطقة هي أقل من 1 كيلومتر مربع، يعني 0.55 كيلومتر مربع. 469 لقينا أنه بهيدي المنطقة الصغيرة في تقريبا 500 موتور، معناتها في موتور بين كل بنيتين. هيك طلع المسح معنا، موتور بين كل بنيتين. ولقينا انه الاشياء الانبعاثيه لازم تسمعنا وزيرة الطاقة، انه بدنا نشهل شوي بخطة الكهرباء تنخفف موتورات. يعني مش بس هيك، الموتورات بيطلعوا جزيئيات 10 مرات اكثر من ما بيطلعوا السيارات. نحن عملنا احصائيات، يعني ببيروت قديش فيها تلوث اكثر بكثير من غيرها نسبة لعدد الموتورات الكبيرة. نحن يعني اذا عم نحكي عن مناطق عادي فيها 3 مرات أكثر من ما مسموح فيه، هون في 10 مرات، يعني في 1000. لا عم نقارن ميكروغرام. عم نقارن شغلتين مختلفين. أنا هيك عم بفهمها. نحن عم نقول الانبعاثات اللي بتطلع من الموتورات لما بتنتشر بالهواء عم بتزيد نسبة التلوث، لا تطلع 3 مرات أكثر من منظمة الصحة العالمية. هيك عم نقول إنه هالأشياء الموجودة بالهواء عم بتكون الملوثات الموجودة بالهواء عددها أكثر من ما بتنصح فيه منظمة الصحة العالمية بثلاث مرات. أوكي، بس شو هن المسببات لتلوث الهواء؟ هن الموتور أول عامل، وتاني عامل هو السيارات. ليه الموتور أول عامل؟ لأنه موجودين بين البيوت وموجودين بكثافة عالية. هلا منقول في موتورات ببيروت اكثر من غيرها، مش صحيح هيدا. نحن ما عملنا مساحه بريت بيروت، بس نحن منقول عم ناخذ مثل يعني انه ايه، بس ببيروت بتنقطع الكهرباء بس 3 ساعات. تتخيل لو يعني في مناطق اكثر يمكن طرابلس في عدد موتورات اكثر بكثير. ايه هيدا الشيء كثير بخوف وبدون مراقبه. ما في قانون اصلا بيراقب الموتورات. بيقولوا الموتورات وزارة البيئة عم بتحط خطة يعني عم تفرض على اصحاب الموتورات تلتزم بشروط بيئية معينة بتخفف كتير. هو القانون بيقول اذا الموتور 500 كفاءه او اكثر في له معايير كيف لازم يحددوا الانبعاثات، بس للموتورات الصغيرة اللي هي اقل من 500 كفاءه ما في. هذه كلها موتورات كبيرة لازم تكون، لأن هي موتورات اشتراكات. ايه بس ما لقينا كتير كبار، يعني كلهم بيجوا تحت 500 كفاءة، يعني كله فلتين. الأصعب من هيك إنه لو حطينا معايير مثلا هلأ لحتى نحد من الانبعاثات، المشكلة بكيف محطوطين الموتورات محطوطين على الأرض أو محطوطين على سطح البناء. والإشابمان فايدت. إيه thank you. يعني في ممكن يكون الإشابمان فايد بشباك النوم تبع التاني، لأنه كل بناية طولها شكل. في ناس بتقول، في ناس بنعرفهم يعني بيقولوا لنا إنه الإشابمان تبع جيراننا عنا عقود النوم، إنه شو بنعمل ساعتها؟ بيقولوا لهم للموتورات حطوهم على السطوح. ما فين حطوهم على السطوح لأنه ما في عنا سطح واحد لكل البنايات، كل واحد سطحه شيء. منحطهم على الأرض ساعتها. طيب يودوا يمدوا الإشابمان لفوق؟ ايه بخنق الموتور.
شو بدنا نعمل؟ هيدي هي يعني القصة بدها دراسة، بس الأصعب من هيك بخلني صورتي اختصاصي بوتر. هلا الأصعب من هيك إنه نحن بلشنا نقبل إنه ما عليه يدلوا المطرين، خلينا نلاقي لهم حل. صحيح. ما في بلد بالعالم عنده موتوريت بيتكل عليهم ليجيب كهرباء لناس قاعدين ببيوتها. انا بفتكر هيدي جريمه بحق الانسان اللبناني، لانه الانبعاثات اللي بتطلع من الموتوريت هي 10 ل 20 مره اكثر من الانبعاثات اللي بتطلع من السيارات، مش موجوده بغير مطرح. هلا عم تنوجد بمطارح عم تطلع من حروب مثلنا، يعني عم بيقولوا بالعراق. طيب صار عنده دكتور نفس المشكلة. طيب نحن هون عم نحكي عن الموتورات بحل استثناء الموتور وبانتظار خطة الكهرباء. طيب نحن في عنا بشركة عنا مدخين جوني مثلا اللي بيكون نازل أو بيشوف من كل لبنان بيبين هالدخنة السوداء، مش بس من الدخنين الطوال، كمان في حدهم البواخر. ما عم بحكي بس عن جوني، في عنا بلجية، في بالزهراني، ما بعرف المشكل هونيك كيف، بس نحن كل يوم عم نشوفه دخنة سوداء، ايام بتكون سوداء وايام بتكون هيك فاتحة اكثر. كمان هيدا نحن اتصل فينا الرئيس بلدية زوق مكي القديم وقالنا انه انا ما رح انزل على الشارع، بدي تقرير علمي ببين قد ايه مدى التلوث اللي طالع من شركة الكهرباء بالزوق. وعملنا دراسة كاملة بالتعاون مع رئيس البلدية وفرجيناه أنه المواد السرطانية اللي بتطلع من هيدي الدخنة السوداء هي أعلى بكتير، يعني أعلى على القليلة ب 30% من الأشياء اللي من إيسا ببيروت مثلا، بمنطقة نظيفة ببيروت، ما طلعنا على الجبل يعني حتى نقارن مدينة بمدينة. يعني بالزوق وجوني في تلوث أكثر من بيروت. نحن قسنا حد شركة الكهرباء. طيب حد شركة حتى الزوق نكون شوي، هي كمان الجبل كتير قريب. مزبوط. يعني حد الزوق، أدونيس، صربة، وصولا لجوني، هذه كلها مناطق قد ايه مثلا بيمد هيدا السرطان بس لنصور. هلا نحن نطمن شوي نوصل عقدنا مثلا بالشراكه مع دكتور عصام لقيس عملنا شيء اسمه محاكاه، يعني اخذنا هالدخنه وشفنا بالنسبه كيف تبرم لما بيتغير الهواء ولما بتتغير الشتاء، يعني لما بتتغير الفصل، وموجوده على اليوتيوب يعني فيهم أوكي. الناس يشوفوها، وشفنا انه هيدي الدخنه مش بس بتغطي منطقه صغيره، فيها توصل لعجلتون اوقات يعني حسب الهواء وحسب كيف عم بديرها. هو الاصعب انه نحن حطينا وقتها مثل برنامج خطه انه كيف ممكن في جرافيك نرجع نروح عليها بتبين هودي القصص. لا بعد هيدي شو فيه؟ لا بعد هيدي عم نحكي عن النفايات. اوكي هلا بنرجع للنفايات. ايه خلينا تفضل خلينا بالهواء. نحن عم نقول انه حطينا برنامج خطه كيف ممكن يخففوا من حده السموم اللي عم تطلع من شركه الكهرباء، ووقتها وافقوا عليها. ما بعرف، دايما بقول لك ما بعرف شو صار بالتنفيذ، لان نحن من بعد ما نقدم حلول نحن دورنا بيخلص، يعني التنفيذ مش شغلتنا. يعني في حل لقضيه الدخنه السوداء يلي عم تطلع؟ يمكن مش حل كامل بس على القليل بخفف. حل بخفف قد ايه؟ بخفف النسبه حسب شو هن الفلترات اللي بدهم يجيبوهم. يعني اذا دايما بنسمع عن فلتر ليه، يعني قد ايه كلفته هالقد عاليه وليه ما بينفرض انه يكون في فلتر على هذه المدخ كلفته ما لازم، يعني قد ما تكون عالية ما راح تكون أعلى من صحة الناس. كل الدواخين مفروض يكون عليها فلتر بكل العالم. بتخفف ما بتنهي؟ بتخفف كتير، إذا كانت على مراحل بتخفف كتير. وبدها صيانة أكيد. وبدها صيانة أكيد، بس علما انه عم يندفع ملايين الدولارات على اشياء بلا طعمه بالبلد، ما حدا بيفكر يبدو انه بصحه الناس. هيدا مش شغلي، بطل شغلي. بعرف بس انه هيدا هم كل الناس. عظيم. لكن نحن عم نحكي اسباب التلوث بلبنان المرتفعه جدا، موتورات، وفي عنا سيارات. خلينا نحكي شوي عن السيارات. شركه كهرباء. ايه سيارات. طيب. ايه سيارات، عندنا 1.5 مليون سيارة بلبنان. هيدي الإحصائيات عملناها مع وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة البيئة لسنة 2015، كان مسجل 1.5 مليون سيارات. وين المشكلة؟ المشكلة إنه المعدل العام للعمر السيارات هو 19 سنة،
شو معناتها؟ معناتها انه السيارات عم يعني التكنولوجيا القديمه عم تمشي على الطريق مش التكنولوجيا الجديده. يعني باوروبا مثلا لما يكون السياره عمرها قديم كتير بصير عليها تاكس اكثر لانه بتصير تلوث اكثر. نحن هون في عنا كتير سيارات قديمه يعني عمرها السيارات القديمه بعد 19 سنه قبل 19 سنه هي الاكثر تلوثا. يعني ما عندها المعايير العالميه للبيئه. يعني لازم يكون السيارة ما بتتخطى عمرها أكثر من 10 سنين لحتى تكون بتتطابق مع المواصفات الجديدة. نحن عنا سيارات قديمة كتير وموجودة على الخط، منشان هيك هيدي صعب كتير إنه نعمل لها صيانة لحتى تصير دكتور الموصف. المزود يعني حرق المزود اللي بيطلع من الهود البسيط يعني مشحرة، مش إنه مش ماشي على الطريق. لا صحيح، لا وما حدا عم بيراقب. ليه عم بضحك؟ لأنه أصلا في قانون ممنوع استيراد السيارات على المازوت، ولما عملنا هالإحصاء لقينا إنه عدد السيارات اللي بتمشي على المازوت عم بيعلى مش عم بيوطى. في نوع من المازوت يعني ما بعرف أي اللي بيطلع دخنة سوداء، شيء بيخنق. وسيارة القديمة كمان يعني ما بيكون بس يعني عددها يمكن مش هالقد. او الكاميونات يلي بتمشي على الطرقات كمان هذا المازوت يلي بيطلع دخنه سوداء. اي اكيد، يعني هذا كله لازم يمرق على ابدا احترام لاي معيار بيئي بلبنان على باطار يعني النقل. عندنا مواصفات لازم نطبقها. لبنان موافق عليها وفايت فيها؟ اي بس انه بس على الورقه. على الورقه للاسف. قد ايه عم نطبقها؟ ما بعرف قد ايه النافعه عم بتكون جديه بفحص السيارات، ما بعرف يعني ما بعرف. حدث ولا حرج. لان في سيارات مش ممكن تقطع عم تقطع. مزبوط، هيدا هو. اذا كان موتور، كهرباء، سيارات، شو بعد في؟ قولي انت لان في كثير. حرق دوليب. حرق الدوليب، كل ما واحد عصب من حدا بينزل بيحرق. حيالله حريقة يعني هيك بدون فلترات بدون شيء بالهواء الطلق يبقوا حرام قاعدين حدا. يعني هيدا كيف بده يروح على البيت؟ بده يروح مريض. يعني هيدي التلوثات السبب الأساسي للسرطان. كل شيء بتشوفه دخنة سوداء هيدا معناتها انه ما في حريقة كاملة، يعني ما عم يحترق على حرارة عالية. وهالاشياء السوداء الشحبار اللي منشوفه في منه شحبار اصغر بيعلق على الرواية وبقلبه في مواد سرطانية. هلأ بعدين بأي سرعة بيؤدي لمرض السرطان هو لقديه بتكون معرض لإله. إذا معرض لإله كل يوم معناتها أنه أنت راح يكون عندك سرطان بعمر مبكر. والمنظمة الصحة العالمية قالت أنه نحن بلبنان منتصدر العالم بسرطان الثدي وبسرطان المبولة للرجال، سرطان المبول للرجال وسرطان الثدي للنسوان. واللي بخوف أكتر أنه عم بيبينوا بلبنان على عمر قبل بكتير من المعدل اللي عم بيشوفوه عالميا. يعني بالعالم بيشوفوا الأمراض عم بتبين على 40 سنة مرض السرطان عم بحكي، عنا عم بيبين على 35 وحتى قبل. يعني سريع جدا. يعني لانه في مده الاكسبوجر، يعني قد ايه عم نكون نحن معرضين له على مدته، عم يكون من يعني الاولاد الصغار، يعني مده التعرض له عم بيكون طويل وعم بيتفاعل بطريقه اسرع. خليني اتوقف لو سمحتي مع بريك قصير. مشاهدينا بريك قصير ونعود لمتابعه هذه الحلقه. أهلا بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم وضيفتي مديرة مركز حماية الطبيعة الدكتورة نجاة عون صليبة. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا ريت المسؤولين هيك بيرجعوا بيسمعوا هذه الحلقة بيشوفوا قديش في خطورة على حياة الناس، حياة أولاده مثل حياة أولادنا. يعني ما في منطقة بلبنان يمكن حتى بالجرود بيطلع واحد بيهرب مع عائلته بيلاقي في موتور تحت يعني في خطر وين ما كان. ما في مسؤولية، ما في شيء، علما انه معالي الوزير البيئة وعدنا بخطة، بس لحديت هلا ما شفنا شيء، على الأقل بالنفايات. يعني بسأل وين بعيش أولادهم؟
دايما بسأل حالي هيدا السؤال. يعني كل منطقة بلبنان فيها نسبة تلوث محدد أكثر من النسبة المسموح بها عالميا. فينا نسمي شي منطقة بالجرد الجرد الجرد يعني ما فيها تلوث؟ ما فيني أقول، ما بعرف يعني، ما لازم ما أسنى هيدا يعني. ما تقولي لأن بيطلع تقصير. ما تقولي بيطلعوا بيحطوا فيها موتور. هيدي شو عم نشوف؟ يعني في عنا أزمة نفايات هي المسبب الأكثر للهواء برأيك؟ النفايات، نفايات كتير بتسبب تلوث هواء، وخصوصا هلأ عم نحكي عن الريحة. يعني وقتها تمرق بالمناطق اللي فيها تسبيخ أو اللي فيها مكبات، كل الناس عم تتضايق من الروايح، وهيدي الروايح شيء عم بتشمه. يعني شو يعني عم بتشمه؟ يعني عم بفوت على نفسك، عم بفوت على الروايح. كل شيء منشمه هيك مضر بيأذي الروايح، مش بس بتقطع ريحة. ما في شيء بيقطع ريحة. هلا يمكن في اشياء مثل البارفان منشمهم ما بيكونوا هن مسرطنين. يعني في اشياء منشمها ريحتها حلوه مثل الورده مثلا لما نشمها، او الياسمينه، ما فيها مواد مسرطنه، بس من الزباله بيطلع شيء اسمه H2S او H2S. هيدا مسرطن، وهيدا مصنف من منظمة الصحة العالمية انه مادة ما لازم تتخطى معدل بالهواء. وهيدا نحن قسناه ببرج حمود، وطلع انه المعدل تبع H2S ببرج حمود لما يكون في ريحة اعلى بكتير من ما بتنصح فيه منظمة الصحة العالمية او منظمة. يعني كل الحكي انه هيدي الريحة ما بتأذي مثل ما قال وزير البيئة، هيدا كلام ما بينصرف، يعني ما بيتصدق. اللي قسناه نحن بين انه بيأذي. اوكي. وهيدي وحده من الاشياء اللي بتنأذى، اللي بتسبب اذى من الزباله. في كمان لما العفونه بتكتر بالزباله بتصير تتطاير بالهواء. يعني انت اذا عندك زباله بالبيت بتطلع فيها بتلاقيها بعد يومين عفنت، هيدي العفونه بتتطاير بالهواء وكمان بتاثر على الروايه تاثير كتير كبير. كمان هيدي مثل ما بيقولوا مثل بكتيريا او بايو ايروسول بصيروا يمشوا بالهواء وبصير نحن نتنشأهم. ناهيك عن قصة الزبالة، يعني المكبات يلي بقصة برافا وبرج حمود والمكبات العشوائية هيدي كلها لازم تتسكر اليوم. هلا المكبات تبع برج حمود والكوستا برافا عم بيخلطوها بالتراب حتى يمنعوا هالاشياء العفونه تكون على وجه الزباله. اوكي، بتخفف. اذا كانوا عم بتنخلط بالتراب وعم تنعمل بطريقه صحيه بتخفف، بس الريحه موجوده. قد ايه بتخفف؟ بتخفف كثير اذا التراب عم بغطيها كليا. نعم. ايه، بس اذا في مكبات عشوائيه مفتوحه هيك للهواء وبيحرقوها نحن برهنا بدراستنا انه الحريق عم بيطلع مواد سرطانيه من شو عم نشوف هون دكتور؟ شو هي هالدراسه؟ نحن بمركز حمايه الطبيعه قررنا كيف بدنا نتعامل مع قصه انه شو بنعمل بالزباله. اوكي، كل الناس هلا بيلتقوا وبيقرروا وبيقعدوا بيحكوا على فنجان قهوه، على ارجيله، على كيس، انه شو هو الحل للزباله. نحن قلنا ما بدنا كمان نفقع موال تاني ونقرر هيك بدون أرقام كيف بدنا نتعاطى مع عملية الزبالة. منشان هيك عملنا دراسة كاملة وشفنا كيف الناس قبلنا بغير مدن بغير دول تعاطت مع قصة ملف النفايات، ولقينا أنه كل الناس بتتعامل معها بشقين. في الشق الفيزيكال، يعني المواد اللي عم نتعاطى معها وشو هن وشو بيأثروا على البيئة وشو بيأثروا على الطاقة وشو بيأثروا على الاقتصاد، هيدا شق، وهيدا التريانجل موجود هون بأزرق. والشق الثاني اللي كتير مهم هو الإدارة. الإدارة مش معناتها إنه شركة عم تعمل إدارة، لازم يكون في قانون، لازم يكون في دولة أو محلية يعني بلدية أو دولة تكون عم تتعاطى بملف إدارة النفايات. شخص فرد لحاله ما بيقدر يتعاطى، ولا شركة لحالها ممكن تحل. يعني بده هيئة ناظمة لإدارة قطاع النفايات، وبدك أرقام لتعرف شو هي زبالتك، كيف لحتى تقدر تتعاطى معها. يعني ما فيك تتعاطى إذا أنت مريض ورحت عند الحكيم
ما في يقدر يوصف لك دواء إلا ما يشخص الموضوع، ولا يشخص المشكلة بده يكون عنده معطيات بقول لك روح اعمل صورة، روح خذ لي هيدا فحص الدم. هول المعطيات اللي بدنا عم نقول نحن هول الشيء المهم. إذا منفوت على صورة تانية ببين إنه هول المعطيات اللي بتعمل معروف، هول المعطيات نحن حطيناهن كأنهن الجزء الأساسي لإدارة النفايات، هن الأرقام، هي الإدارة، وهن بنشو مؤلفين، شو هن الناس، كيف الناس بتتعاطى معهم. من هول بنتشعب على أرقام تانيين. فينا نفوت على السلايد التاني. بكل واحدة من هول المعطيات في معطيات تانية، وكمان هول المعطيات بيتشعبوا بيفوتوا على أشياء أرقام عايزينها، وكمان هول بيتشعبوا ليصيروا هيك. اللي عم نجرب نقوله من هيدي الرسمة إنه قصة إدارة النفايات منا شغلة بس تدوير، منا شغلة بس فرز من المصدر، هي طريق، هي كل هول الأشياء مع بعضهم لازم يكونوا متكاملين باستراتيجية واضحة لحتى نقدر نعمل شيء اسمه إدارة النفايات. شو صار من أول ما بلشنا من سنة 70 لهلأ؟ كنا نحن عم نجرب نحل أزمة. في سلايد عطيتكم إياه اسمه كيف نحن التاريخ الإدارة النفايات، إذا فيكم تحطوا لنا إياه. لا لا بعد. مش هيدا، قبل خلينا نروح عليهم كلهم تنشوف. قبل هيدا في صورة لتاريخ إدارة النفايات. لا قبل هيدا، ما يمكن ما نزلناه. أوكي إذا مش موجود بنخلي هيدا. أوكي اللي نحن عم نقوله إنه ولما خلصت الحرب كان عنا ما كان عنا خطة لإدارة النفايات، حطينا مش مهم فينا نحكيهم. أوكي معنا ما هو مش مهم. أول ما خلصت الحرب كان عنا وين كنا نكب نفاياتنا؟ بالنورماندي. أوكي بعدين انتقل النورماندي وصار في مشروع إنه نعمله بدرجة ليش كله بحر؟ إيه لأنه منفش خلقنا بالبحر، ما حال البحر ما له. يعني بالسبعين عم نعتدي على البحر. نحن عم نحاول نجاوب على أزمة، ما عنا خطة. عملنا مكب النورماندي، انتقل النورماندي صرنا ما نعمل شط، ما نعمل منطقة سياحية. عملنا منطقة سياحية. عملنا برج حمود وبلش برج حمود يكبر صار جبل. يعني انتقلنا من مش مشكلة لمشكلة تانية اللي يعني بدنا نكبر قطع عقارات برج حمود. ايه بس انه ما مدينا لقدام عملناها. اللي عم نقوله انه كله أزمة وراء أزمة، يعني ما كان عندنا استراتيجية لحل النفايات، كان عندنا تعاطي مع أزمة. يعني انتقلنا من النورماندي لبرج حمود، بلشنا نعبي الجبل، خلص الجبل، قامت القيامة، رحنا على النعمة. والنعمة كانت بس محطوطة لأنه تمشي لثلاثة لخمس سنين، مشيت تقريبا عشر سنين، كمان كانت حل أزمة. خلصت النعمة، هلأ صار عنا كمان حل أزمة، كوستا برافا وبرج حمود وجديدة. نحن لأنه العالم كترت صارت حل هالأزمة بطل يمتد عشر سنين، صار كل خمس سنين لازم يكون عنا أزمة جديدة. وهلأ عم بيقولوا ما كبرش حمود أصلا رح ينتلي، وجايين على أزمة، على أزمة نفايات جديدة كمان فيها فساد نوعا ما. يعني على أساس بينتلي بعشر سنين عم نزد بالكيلو، يعني عم ينشغل بالطون، يعني ما عم بيكون في فرز، ما عم بيكون. ما نحن بنرجع لهي، يعني يمكن كنا قديش لازم الفرز، ما اختلفنا الفرز انه احدى الحلول، قد ايه لازم يكون في عندنا فرز، قديش بنقدر نفرز، قديش بالمية. هلا بيقولوا انه اذا كنا كتير كتير دقيقين ومنتظمين بالفرز فينا نشيل لحد ال 20%. نسبة كتير ضئيلة هيدي بالعالم. لا بالعالم ما بيعتمدوا بس هيدي النسبة. سوري بس هولي البلاستيك والكرتون والألومنيوم والمعادن وهول الأشياء، بس نحن نفاياتنا هي 52% عضوية. إذا بنعمل تسبيخ مزبوط 52% من نفاياتنا دغري بتروح للتسبيخ، وهيدا شيء لازم نستعمله لصالحنا. يعني ما لازم نقول إنه لا لازم نحطه ونحرقه لأنه ما رح يحترق. يعني هيدي قصة كتير مهمة بقصة المحرقة اللي رح نحكي عنها بفتكر بعد شوي. بس هي قصة إدارة النفايات فينا نعملها، فيها لازم تكون استراتيجية متكاملة بين تخفيف
من الحد من النفايات، بين التدوير، بين الفرز من المصدر، بين التسبيخ، وبعدين بنشوف شو بنعمل بالاشياء اللي بتفضل بالاخر. يعني كله بده يكون طب اذا ما نعتمد ما نقول له مثلا لوزير البيئه او للحكومه في هيدي الخطه يجب اعتمادها لوضع خطه استراتيجيه متكامله، ما بيكون عندنا هيدي الفوضى بالنفايات. في نحن اجتمعنا مع وزير البيئة، ومش بس في هيدي، حطينا كل المعطيات اللي ممكن الإنسان يفكر فيها: مساحة الأرض، كلفة الأرض، الأثر البيئي، توليد الطاقة، إدارة الأشياء اللي بتتدور. حطينا كل شيء في معطيات هو كلهم اللي مرسومين هون، حطيناه هون بأبليكيشن على الكمبيوتر، وقلنا له هيدي التول. عم نحكي عن وزير البيئة الحالي. نعم. فادي جريساتي. نعم. حطيناهم هيدي المعطيات كلها بطريقة يعني بمحاكاة للكمبيوتر، وحطيناها بإيده، قلنا له هيدي هي، فيك تحط الرقم اللي بدك والسيناريو اللي أنت بتشوفه. شو يعني الرقم اللي بدك إياه؟ يعني مثلا في يقول أنا بالنسبة لإلي مساحة الأرض أهم بكتير من توليد الطاقة، بيحط رقم، أنا هيدا الرقم بدي إياه يكون أهم شيء. يعني هيدي محاكاة، يعني بتصير إنه الكمبيوتر يعطيه أي حلول. سيناريو أحلى شيء، أي سيناريو بدأ. من الأشياء اللي هو براسه بيعتقد إنه أفضل للبلد. اجتمعنا نحن وياه مرتين، كتير عجبته هيدي الابليكيشن، وبعدين قالنا لحتى نقدر نحكي عن أرقام بتعنينا أكتر للبلد، لأن احنا استندنا على أرقام مكتوبة بالمنشورات العلمية العالمية حتى نوطنها أكتر. أعطانا طلب منا أنه نجتمع مع إدارة النفايات بوزارة البيئة، القسم يعني تبع إدارة النفايات، وناخد منه أرقام، و عم نجتمع نحن يعني في حكي بخطة معينة، في حكي بهيدي الخطة. هلا قديه بتتنفذ؟ بنرجع لنفس القصة، قديه من أي متى هيدا الحكي بتتاخذ بعين يعني الاعتبار، وإذا بتتنفذ قديه هيدا الحكي صار له؟ نحن اجتمعنا مع وزير البيئة بفتكر صار لنا أكثر من شهر، شهر أكتر. مع الوزير. نعم. مع الإكيب صار لنا شهر بنروح وبنجي نحن وياه. يعني في حكي يعني جدي أو مماطلة؟ طلعي بعيوني خبريني. في الاثنين. طب ليه ما في جدية؟ يمكن هيدا المشروع مش عجبه؟ لا ما فيني أقول ما في جدية، في محاولة جدية. يعني بيقولوا إنه ما بنقدر نوصل لمطرح لأن في يعني في عوائق من الخارج، من لا. خارج وزارة البيئة يعني قصدي، ما عم نحكي خارج لبنان. نحن أعطيناهم هيدي تقول إنه نجربوها وحطوا الأرقام اللي بدكم إياها وعملوا معروف، خبرونا إذا هيدي بتنفع ولا لا. طب الحلول هيدا ماشي ميكرو. طب الحلول دكتور، يعني السلطة السياسية بلبنان، وإذا ما نحكي عن بيروت، بلدية بيروت بتعتبر أنه المحرقة هي حل، وكان من جمعتين يمكن أو جمعة الماضية كان في تصويت على منجيب محرقة أو لا. بيروت تعاني، ما عندها مطرح تكب في زبالة، يمكن عم بيفكروا بحل معين برأيكم البيئي، هيدا الحل مش منطقي أو منه صحي أو مش لازم ينعمل. ليه وشو الحل؟ الحل رح نعطيهم التول كمان لإلهم، يحطوا الأرقام اللي بدهم إياها، يقولوا مثلا نحن ما عندنا أرض، أوكي، نحن بهمنا سعرها، نحن بهمنا الكلفة، بهمنا قديه فينا نستفيد من المصاري اللي رح نحطها. يعني رح نعطيهم التول ويحطوا الأرقام اللي بدهم إياها وهن يطلعوا القرار المناسب لإلهم. بس أنا هون بدي شدد على ليه مش محرقة. أول شيء الأهين شيء أنه نحن 52% عم بحكي معدل، يعني أوقات تطلع لل60%، أوقات تنزل شوي أقل من 52%. 52% من الزبالة تبعنا هي مواد عضوية، هيدي ما بتحترق، ولحتى تحترق على حرارة عالية مفروض يزيدوا بنزين يعني فيول أو مازوت،
ونحن عملنا مثل يعني حساب ولقينا إذا بدهم يزيدوا مازوت بدهم يكلفهم بالسنة 12 مليون دولار مازوت ليقدروا يوصلوا. في عنا جرافيك عن المحرقة بليز. ايه يعني عملنا الحسابات وقلنا نحن لحتى نوصل للطاقة الحرارية ليولدوا كهرباء من المواد اللي موجودين هلأ ببيروت بدنا نزيد مازوت، وهي المازوت رح يكلفهم 11.7 مليون دولار بالسنة ليقدروا يوصلوا للحرارة المنشودة. فبقى هن مش بس عم بيحطوا كلفة عالية على البيروتيين من الأول، لأنه كلفة المحرقة أغلى بكتير من حيلا كلفة لغير معالجة، رح يدلوا يزيدوا هيدي الكلفة لأنه مطلوب منهم يزيدوا الفيول ليوصلوا للحرارة المطلوبة. هيدي من ناحية الكلفة، هيدي من ناحية يعني الكلفة. إذا ما حطينا مازوت ما نحط مواد مثل تحرق. البلاستيك مثلا ساعتها مضطرين نشتري بلاستيك، لأن مضطرين الزبالة ما فيها يعني كلها إذا انزتت كلها البين العضوي والورق والبلاستيك وكل شيء، هيدي ما بتعمل هيدي الحرارة تنقدر نحرق العضوي. البلاستيك اللي عنا بقلب الزبالة منه كافي إنه يطلع الحرارة للطاقة المرجوة اللي هي 8400 كيلو جول بالكيلوغرام. سو هن شو بيقولوا؟ نحن بدنا ندور، نحن بدنا نعمل فرز من المصدر وبعدين نعمل محرقة. هول الاثنين ضد بعضهم، ضد بعض ما بيمشوا، لأنه إذا شلت البلاستيك منها ما عاد عندك شيء تحرقه. أنت تخيل إنه عندك علبة كوب يعني سوفت درينك يعني بيبسي، كولا، ميراندا، اللي بدك اياها، حطيتها وحرقتها عندك. سمي وسمي دعايات قد ما بدك. اللي بدك اياها، حطيتها وحرقتها بالمحرقة، شو بتتخيل بده يصير؟ هل ألومنيوم أو المعادن بده يذوبوا، منهم رح يطير بالهواء ومنهم رح يبقى رماد، ما رح يختفي، يعني يا بده يبقى رماد يا بده يطير بالهواء. رماد شو بنعمل فيه؟ بحسب الرماد هن مش قايلين شو بدهم يعملوا فيه ووين بده يطموه وكيف بدهم يطموه. هيدا الرماد 20% من المادة المحروقة من الزبالة، يعني إذا بتحط كيلو بده يطلع لك 20% منه رماد. بغض هيدا مسرطن أو بس الدخنة اللي بتطلع مسرطن بعد ما نحكي عن البيئة؟ عم بعطيك بس اكزامبل واحد عن واحد كان ألومنيوم. يعني بتتخيل لو عندك رصاص طب دكتور يحكى إنه جيل جديد من المحارق كمان كل الشروط موجودة بالجيل الجديد كمان بده يتعرض لهيدا، بده هالقد مازوت، بده هالقد حرارة تيحرق المواد العضوية. خلينا نكون واضحين، المحارق موجودة بأوروبا. نعم. أنا مني هون لإنقد أو خفف من قيمة المحارق اللي موجودة بأوروبا، مع إنه في ناس كتير ضدها بأوروبا كمان. نعم. يعني أنا ما عم بنقد التكنولوجيا، أنا عم بقول إنه في إشياء رح تطلع من هالدخون ولازم له فلاتر كتير غالية وبدها على طول صيانة مستمرة لنقدر نأمن إنه الغاز اللي عم بيطلع ما بيسيء بصحة الناس. نحن إذا مش قادرين نمنع التدخين بقلب المكاتب بالبلدية ببيروت، إذا بتفوت هلأ على البلدية بتشم ريحة الدخان، وهيدا قانون موجود بلبنان إنه في ممنوع التدخين بالأماكن المقفلة بلبنان. إذا هيدا القانون الصغير ما قادرين نطبقه، نحن رح نقدر نطبق قانون بيمنع المواد المسرطنة إنه تطلع من المحارق. يعني لازم ننتبه شوي قدي، يعني نحن إذا عملنا محرقة بيصير في كمان مثل الدخين الزوق بقلب بيروت، أكيد زاد نسبة التلوث أكتر بكتير، لأنه عم تحرق بلاستيك والبلاستيك بده يعطيك مواد سرطانية، وهيدي المواد هي ذاتها اللي استعملوها بحرب فيتنام وبقيوا الأولاد يخلقوا مشوهين 50 سنة لقدام. طيب اليوم بلدية بيروت ما توصل، يعني أجلت التصويت على هيدا البند. طب الناس يلي ما بعرف يعني شو هو ليش مضطرين على المحرقة؟ في ضغط من الحكومة، في ضغط من السياسة،
هلا انا ماني بالمجالس السياسيه كثير، بس انا في شغله بحب نوه عنها، انه نحن كيف بنفكر بالزباله، انه هيدي هي الزباله، كيف اجت الزباله؟ انت رحت على السوبر ماركت، رايت جبت دواء للجلي، جبت دواء جبت شيء لتشربه، جبت قطع، اوكي، عديده هول القطع، اخر شيء عم بيصيروا بتنكه الزباله، انت بتاخدها مثل ما هي، جبتها مشقفه، جبتها كل شقفه لوحدها، بتاخدها مثل ما هي وبتحطها بالمحرقه. هيدا التفكير غلط. الزباله منا شقفه وحده، والزباله منا يعني مثل ما جبتها بدك تردها، بدك تكبها، ايه مثل ما جبتها بدك تكبها، كل الدنيا هيك. ما فيك تفكر فيها بشقفه وحده، ما فيك تفكر فيها بمنطقة، يعني ما في انه يقولوا انه نحن في لا مركزية إدارية تامة طيب شو الحل الأساسي؟ بعد عندي يمكن 4 دقائق، اليوم إذا أنا بدي أعمل حل، مش ما رح أنطر الحل المركزي، الضياع فيها تشتغل على حلول، البيوت فيها تشتغل على حلول، مناطق، يعني مش ضروري يطلع قرار من الحكومة اليوم تيقول لي شو لازم أعمل. ضروري يطلع القرار من الحكومة، ضروري. ما فينا نجزئ الزبالة، والفرد قد ما عمل بالنتيجة بيقدر يفرز ببيته، بيكبوا كلهم سوا بزيت البرميل. نحن قلنا هن 2 شبكتين متصلين ببعضهم، الفرد عنده مسؤولية. طيب أول حل، يعني هي سلسلة حلول، شو بتقولي؟ واحد قبل ما تخلص الحلقة، بدنا نرتكز على الأرقام. ما فينا أنا ما رح أفقع ولا موال، أنا بقول لك عندي محاكات بالمركز، يجوا حيلا واحد ياخدها، ياخد كل هالعوامل اللي حكينا عنها بعين الاعتبار ويطلع الحل. ما بقى لازم نفقع مولات هيك نقول هيدا الحل وهيدا الحل وهيدا الحل. حديت هلا ما في حل، ما في خطه، ما في شيء، ايه لانه ما في ارقام، ما حدا بده يرتكز على الارقام، كل واحد بده يقول انا عندي شو الارقام، قديش انا طلع زباله، قديش عندنا زباله، شو نوعيه الزباله اللي عندنا، اوكي، قد ايه سعر الارض، وين بدي اخذ محرقه، قد ايه بتاثر على البيئه اللي عندنا، كله هيدا بده يتاخذ بعين الاعتبار. نحن ما عم نحكي محرقه، نحن عم نحكي عن حل انتم بتأمنوا فيه. حتى لو اخذت مركز تسبيخ بده انا خلص وقت الحلقه، بس رح ناخذ بس دقيقه، اعطونا دقيقه واحده تفضلي. يعني كل الحلول بدها اثر، دراسه اثر بيئي. ما فينا نفكر بحلول هيك يعني نرتجلها، بدنا نقعد نحدد المنطقة ونشتغل عليها بطريقة متكاملة. طب إذا بده يطلع قرار مركزي لحل قضية النفايات، الحل لازم يكون لا مركزي؟ هيدي بدها حلقة لحالها، لأنه في مثل بيقولوا 2 يعني مسارين، في ناس بتقلك لا بدنا مركز، لا مركزية بالحلول، وفي ناس بتقول بدنا مركزية، ولكل خيار في إيجابيات وفي سلبيات. أنا بدي أشكرك دكتور نجاة عون صليبة، مديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأمريكية، أهلا وسهلا فيك، كانت حلقة بتخوف انما مفيده بذات الوقت، وان شاء الله يتاخذ بالحلول يلي عرضتي لنا اياها هلا. شكرا لك. مشاهدينا انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي. الى اللقاء.